بحث عن مفرداته ونصوصه خارج ما كان يعرف بالأدب الثوري، فأصدر عدداً من المجموعات القصصية ورواية واحدة ليؤسس مع آخرين فضاءً أدبياً غير مألوف يشكل منصة للمهمشين. عن الإعلامي والمذيع والكاتب الفلسطيني رسمي أبو علي في التقرير التالي. ولد رسمي في قرية اسمها المالحة قضاء القدس سنة 1937، درس الابتدائي، يعني كان صف بالابتدائي لما صارت نكبة 48 وهجرت هاي قرى منطقة القدس كلها بالكامل، هجرت بعد مجازر دير ياسين. كان عمره شي 10-11 سنة تقريبا، وطلعوا مشي على الأقدام لحد ما وصلوا بيت لحم وناموا تحت الشجر وإلى آخره. هاي أثرت عليه كتير. طلعوا على أساس زي كل الناس أسبوعين ويرجعوا، وبعدين ما قدروا يرجعوا. فبتذكر مرة بعد، إحنا كلنا عائدين أنا ورسمي وأخوي الثاني الله يرحمهم الاثنين، لفينا في منطقة بيت لحم نزور الأماكن اللي ناموا فيها وقت الهجرة، سواء بيوت ناموا بالقلعة، ناموا بالحقول. انتقل أبوي شغله لعمان وإحنا ضلينا في بيت لحم، وصار صعب على العيلة. بتخيل بالستينات، آخر الخمسينات أول الستينات انتقلنا لعمان، وكمل مدرسة رسمي بهديك الفترة. هلأ رسمي من الطلاب المتفوقين، فطلع له منح يدرس طب وهندسة، هو طالب كتير متفوق. لسوء حظه أنه بهذيك الفترة مرض أبوي مرض شديد، وهو المعيل الوحيد للعيلة، فما راح يدرس. هو اشتغل بإذاعة الأردن، وخلال فترة زمنية قليلة برز، لأنه رسمي عنده صوت كتير مميز وطريقته بالقراءة كمان كتير مميزة، فبرز وهو مثقف وكاتب وإلى آخره. فبرز كواحد من أهم المذيعين بتلك الفترة. في هذيك الفترة بال 64 كان في خلاف بين النظام الأردني وبين جمال عبد الناصر. رسمي ما عجبه الجو في إذاعة الأردن، وعمل لجوء سياسي قبل الثورة وقبل 65. وفوجئنا بعد يومين ثلاثة أنه هو رايح عمل لجوء سياسي، هو كمان تنين، وانه عاملين معاه مقابله. وبذكر ليش هو ترك، انه هو ما بقدر يكون ضد القوميه العربيه بشكل عام. هلا عاش في القاهره لعند السبعين، لسنه السبعين. بهاي الفتره درس نقد واخراج مسرحي، يعني الشيء اللي ما عمله هو صغير عمله هو كبير، كان متزوج. هلا بدايه سنه السبعين كانت منظمة التحرير كبرت في الأردن، صارت موجودة يعني بشكل كتير كبير، فقدر يجي على الأردن. وبقي في الأردن لبعد أحداث أيلول. بعد أحداث أيلول طلعوا كل، صار في اتفاق وطلعت منظمة التحرير من الأردن للشام ولبيروت. هو منظمة التحرير، هو طلع من إذاعة الأردن لإذاعة منظمة التحرير أيام الشقيري، وأصدر أول مجموعة قصصية له اسمها قط مقصوص الشاربين، اسمه ريس. هاي يعني المجموعة القصصية لفتت نظر كتير ناس إنه هو كاتب مميز، يعني بلش ينعرف ككاتب مميز. بعدين طبعاً كتب دواوين شعر. كانت فلسطين حاضرة عند رسمي 24 ساعة، وهذا الحضور سببه أكيد النزوح، النكبة يعني ظل حاسس بالغبن، حاسس يعني بنوع من الظلم الشديد وقع عليه وقع على الشعب الفلسطيني. فكانت هاي حاضرة بشكل دائم فلسطين. رسمي دائما كان يحاول يقترح حلول. 81 أصدر مجلة سماها رصيف 81، هاي اللي نعرف رسمي فيها هلأ، يعني لما بقولوا شاعر الرصيف أو مثقف الرصيف، نعرف في هاي الشغلة.
رسمي هو مجموعه من الشباب سنه 81 اصدروا تيار فكري اسمه رصيف 81. الرصيف بمعنى الناس المهمشين اللي السلطات بتهمشهم، او حتى كان عنده توقع انه راح يكون في رصيف اممي، بمعنى النظام الاقتصادي المتوحش هذا ايضا راح يهمش الشعوب، كل الشعوب ذات يوم راح يصفي رصيف. فهو انعرف بهالحكي. هلا هذا الرصيف من ضمن افكاره انهم يكتبوا نصوص مضاده. النص المضاد هو النص اللي لا يستعمل اللغه الشائعه، بمعنى يكتب ادب له صفه العالميه مشان الناس تقدر تفهم علينا، نوصل عداله قضيتنا بلغه اكثر حضاريه او اكثر اقل ثوريه. خلينا اقول لحد 82 سنه حرب 82 بين منظمه التحرير واسرائيل، وعلى اثرها طلعت منظمه التحرير ضمن اتفاق دولي الى توزعوا من تونس لدمشق الى اخره. رسمي طلع على دمشق واستقر فتره في دمشق، واجا هو وعيلته على الاردن. الله يرحمه، يعني خسرناه وخسرت اخ ما بتعوض يعني.